السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى ولما تم من حمله على الراجه تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية وقر يام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سنا يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مر
رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا العيسى حنات بالسرى إلا إليك، والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عالم السر وأخفى مستجيب دعواتي، رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد عدة حرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومهيا كالشمس منك مضيء، أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. موهد كان منه في طالع الكفر وبال عليه ووباه، ودوالت بشرى الهواتف قد ولد المصطفى وحق الهناء. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف، مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية، فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم. سلم غاية مرامي ومرماه. قدر اللهم قبره الكريم بعذب شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك.
وآله.